السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم صاحب الكوره. فاضل يا جماعه الماتش بتاع 4-5 دقايق كده، احنا خلاص في الاخر نشوفهم مع بعض، عشان انا حاسس كده، ويعني يعني ربنا هيكرمنا وهنخطف جول يا رب، يعني يا رب دعواتكم كده يا جماعه، انا حاسس ان ربنا هيكرمنا ونخطف جول ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وش رجله الخليجي حلوه قوي، يلا بقى يلا فتوح يلا فتوح يلا ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير، وتطلع مره ثانيه باذن الله خير يا جماعه. لكن ايمن اشرف لسه في الملعب، استلم على طول بامبا ديانج، خلي بالك في الوقت ده كمان. في الوقت ده يا جماعه الله يخليك هنخطف جول كبير، الله يخليك. ساديو ماني ان شاء الله خير بيحاول طبعا امام جماهيره اي حاجه، المهم نخسر طبعا زي صلاح بالظبط عندنا هنا في الوطن العربي وفي العالم كله. فاكرين يا جماعه نفس الدولاب ده اللي خسرنا فيه النهائي، فربنا يكرم المره دي نكسب ان شاء الله. على يمينه يوسف، ربنا يستر يا رب ان شاء الله دعواتك. شكرا شكرا شكرا، ضربوا يا رب ان شاء الله خير يا جماعه، ان شاء الله خير باذن الله. ضربوا طبعا ده اخونا يا رب. الدقيقه 88 88 بس مباشر لمباراه مصر والسنغال، يعني انا كان نفسي بدل دونجا ينزل قفشه، والله كان نفسي يدي فرصه لقفشه، ولكن انني النهارده يعني وحش جدا، فكان لازم ينزل حد خط وسط يعني. بس زيزو من ساعه ما نزل يا جماعه قلب الدنيا، واحنا الحمد لله الشوط الثاني احنا اشد منهم بكتير، وجابوا جون زينا في الدقيقه الرابعه برضو، خلي بالك اللي هو كده ربنا يستر. الكره اللي فاتت يا جماعه اللي دخل اللي راحوا انفراد فيها على الشناوي دي وراحت جنب العارضه دي كانت كارثه، ربك هو الستار وحياه ربنا، ربك هو الستار. الحمد لله يا رب. كلمه لو دي بتزعل الواحد يعني، الكرة اللي حسبها جوربال بدون أي داعي بدون أي داعي في مكان خطير في مطلع المباراة وسط الهياج. الكرة برضه يا جماعة اللي هي اللي هي بتاعت جوربال دي اللي كان مكتوب تشيك فار، أو اللي هي فار تشيك بوسيبيليتي ريد كارد، اللي ما راحش شافها مصطفى جوربال دي. السؤال بقى هنا بقى للناس المتخصصة، هل احنا الناس بتوع المخرجين والمونتاج وكده والمونتير هم اللي بيتحكموا في الكلام اللي بيتكتب من مصر من عندنا، فاحنا كان قناعتنا ان لما الراجل وقع حسينا ان هي ممكن تكون ريد كارد فكتبنا تشيك بوسيبيليتي ريد كارد، ولا دي بتتكتب من هناك من عند بتوع الفار؟ اعتقد انا ان ده اخراج وتصوير من عندنا، فاعتقد يعني عشان بس كان كابتن مدحت شلبي بيقول ان مصطفى غربال ما راحش يشوفها، اعتقد ان دي احنا اللي كاتبينها، شكينا فكتبناها، مش عارف ده صح ولا الناس المتخصصه يا جماعه يقولوا لنا يصححوا لنا المعلومه. بس شكل كده يا جماعه المنتخبين بيهدوا اللعب، عايزين يروحوا الاكسترا تايم، فربنا ستار كده ان شاء الله وخير باذن الله. ثلاث دقايق ولا ضايع، يا رب نخطف جون بقى ونرتاح، ولا اكسترا تايم ولا هري، ولا اكسترا تايم ولا هري، يا رب يا ستار يا رب يا ستار. ساديو ماني جاي مين كورنر للسنغال، ربنا ستار ان شاء الله يسترها علينا باذن الله يا جماعه، ربنا يستر ان شاء الله يا رب يا كريم. بس يا جماعه بصراحه والله انا مستاء جدا من رد فعل جمهور السنغال وناشدنا الوطني بيتعزف، يعني حاجه كانت بجد مستفزه جدا، واحنا لما هم كان ناشدنا الوطني بيتعزف هنا ما حدش فينا اتكلم، يعني الناس في الاول خالص صفروا صفارتين بعد كده سكتوا على طول، يعني في اول النشيد كم واحد صفر فالناس شاورت لهم، قالت لهم يا جدعان عيب يا جدعان الناس دي في بلدنا ما نعملش معاهم كده، ليه ما احنا بنبقى بلد ضيافه وبلد كرم ليه يستقبلونا كده؟ ما انا دي حاجه مضايقاني بصراحه جدا، يعني الناس هنا حيوا ساديو ماني لما نزل الملعب وهناك بيشتموا محمد صلاح، حاجة حاجة مستفزة أقسم بالله يا جماعة، ربنا ينصرنا إن شاء الله بإذن الله يا رب. إسماعيل سارة، إسماعيل سارة مين يا عم اسمه سارة؟ إسماعيل سارة يا رب. ضربة مرمى الحمد لله، ضربة مرمى. بتاع الجنان ده حبيبنا يعني. ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح منتخب مصر، وبنلعب في الدقيقة الثانية وإليو سيسي هيتكلم. هو كان متصور النهاردة هيبقى كرنفال. كرنفال مين يا عم؟ أنت بتلعب سامية. عمره ما يبقى كرنفال مع منتخب مصر يا علمي ابدا ابدا. كروش ما موجود كان نايم. ال 30 دقيقة اللي جاية لسه قدامنا ماراثون، بعد ما الدقيقة دي تخلص إن شاء الله يعني عشان ما نقطعش. يا رب سترك. بلاش اجوان كأس العرب بتاعت تونس دي. يا رب سترك يا رب. بقلق أنا، يا رب جون كده زي بتاع صلاح ضربة الجزاء في يا شناوي. طويلة وعالية. الحمد لله. معدية. يا رب جول كده بتاع صلاح ضربه جزاء في الاخر كده يا رب، يا رب حد يرفع صلاح نص كده في منطقه الجزاء ويجي لنا ضربه جزاء.
ليه؟ مش حد يرفعه يصيبه يعني، يعني يقع ويجي لنا ضربه جزاء. ربنا يستر. فاضل 50 ثانيه، انا حاسس ان انا بلعب ماتش يد. بس رجعها يا ابني ورا شويه. كاليدو كوليبالي ورا شويه يا حبيبي. ده لا ساديو ماني، لا ده شيخ الكويتين. ادريسه جاي، انا اسف ادريسه جاي. كلهم دخلوا جوه. ادي ادريسه جاي رقم 5. فاضل 30 ثانيه يا رب. طويله وعاليه. اطلع يا رب. اطلع اطلع طفش. شي 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 في ايه؟ ايه ده؟ ولا لسه ما اطلقش؟ هو اطلق ولا ما اطلقش ولا لسه ده في ايه؟ ما اطلقش. في ايه يا عم؟ دي خناقه يا جماعه، خناقه بس. الماتش كله خناقات وفاولات، كله. ضربه حره لصالح المنتخب الوطني. منتخبنا المصري منتهى الرجوله، منتهى الرجوله اللي في الدنيا. مسكوا المباراه في الشوط الثاني على السنغال، حرموهم تماما من فرص التهديف. الحمد لله الحمد لله. اكسترا تايم يا جماعه، اكسترا تايم. شموا نفسكم كده وانا شم نفسي لغايه ما الاكسترا تايم يبدا باذن الله. دلوقتي يا جماعه الشوط الاول الاضافي بدا، ربنا ييسر الحال. المفروض ان احنا نقعد مع بعض 30 دقيقه كده بس، ايه ربنا كريم يعني، واقف على رجلي، فلو تعبت هبقى اوقف الفيديو واقعد شويه ماشي. فخليكم معايا كده، يمكن ربنا يكرمنا ونحضر ال 30 دقيقه كلهم كاملين كده واحنا واقفين. ربنا يستر بس ونكسب في الاخر ان شاء الله يا رب يا رب. ياخدها ويعدي بيها شيخ كويتي في الشمال. يا رب يا كريم يا رب. اسماعيل اسهال ده ساليو سيس، حطها لاسماعيل اسهال. اسماعيل اسهال ما يعرفش يعدي يا ولد. والله يا جماعه امام عاشور عامل ماتش عالمي، امام عاشور عامل ماتش عالمي. واسر ابراهيم ذكر هيضايقه، لازم يضايقه، لازم يلا. ومصطفى محمد ما كانش ينفع يقعد دكه. ادي الناس عرفت قيمه مصطفى محمد لما مرموش نزل مهاجم وراس حربه. الناس كانت بتقول لك مصطفى محمد ما يلعبش راس حربه، لا مصطفى محمد يلعب راس حربه. اقلها بيرخم على المدافعين. الحمد لله. عاش الشناوي، عاش عاش. على الاقل مصطفى محمد يا جماعه يرخم على المدافع، يخلي المدافع مش عارف ياخد حريته، مش عارف ينطلق لقدام، دايما واقف وماسكه. مرموش كان برده غصب عنه بيتطرف على الاطراف، وفي نفس الوقت كمان مرموش ما عندوش حته الرخامه، مش لاعب رخم. مرموش مش لاعب رخم يدي المدافع بالرجل يخبطه كوع يقف جنبه يرخم عليه يديله كلمه، لا دي مصطفى محمد. هنا او هناك مصطفى محمد يا جماعه بيفكرني بعمرو زكي، بس طبعا مع فرق يعني. عمرو زكي طبعا اكيد كان هداف ما شاء الله عليه، اسطوري يعني. يعني ربنا ربي يكرمه كده ويوفقه في وظيفته الجديده في نادي الزمالك والاعلام عن طريق اكس سبورتس، وربنا كده يتم الشفاعه على خير باذن الله يا جماعه. بنوجه لكابتن عمرو زكي التحيه طبعا. يرجع ادي كاليدو كوليبالي. كوليبالي لاعب نابولي الايطالي كده يا جماعه. قلبت 4 4 2 رسمي. بص 4 4 2 رسمي، مصطفى محمد وصلاح هم اللي قدام، واربعه ورا مقفلين. يلعب مرابعه شديده جدا. شكرا يا بابي، شكرا يا ابو، شكرا يا سيسي اسمه كده. عايز يا جماعه تقولوا رايكم في الكومنتات برضو، ايه رايكم في مصطفى غربال المره دي؟ يعني طبعا انتوا مصطفى غربال شفناه كان بيحكم للاهلي وكان وشه حلو دايما على الاهلي. عايزين نشوف بقى هل يعني بغض النظر وشه حلو او لا، اداء مصطفى غربال التحكيمي رايكم فيه ايه؟ يعني قولوا لنا برضه في الكومنتات انتوا شايفينه ايه؟ هل عادي الراجل ما عملش حاجه، ما فيش حاجه فجه، ولا كان في مشاكل؟ مصطفى محمد عايز يحط في اتجاه صلاح على وسط الملعب مره ثانيه، ماشي ومعدي الشيخ كويس كده يا جماعه. عندنا احمد حجازي ومحمد عبد المنعم وعمر جابر ورامي ربيعه، الاربعه مصابين في طاقم دفاع مصر، والونش موقوف. خمسه واكرم توفيق، ستة. قول خمسة مصابين وواحد موقوف. قوم بقى امام، قوم يا امام راجل، يا امام راجل، يا امام والله قوي. عامل مباراة بطولية، برافو يا امام وبرافو لكل لعيبة مصر. انا كان نفسي بقى يبدا باك رايت بامام او عمر كمال، مش عمر جابر يعني، مع مش عارف. وبرضه ما كانش ينفع رامي ربيعه يبدا يعني، اعتقد كان علي جبر هو يلعب جنب ياسر ابراهيم، لان علي جبر لسه في الفورمه. الله يا شناوي، الله يا شناوي، الله. دي 93 و16 ثانيه، 19 ثانيه. شفت الكره اللي الشناوي شاطها دي؟ شالها يا جدعان، ما شاء الله الحمد لله يا رب. اجمدوا يا جدعان، اجمدوا يا جدعان، نازلين زنقنا كده ليه؟ ربنا يستر. الله يا شناوي تاني، اسد يا ابني والله العظيم. ربنا يحميك وحياه ربنا، ربنا يحميك. والجون اللي دخل فيك هتسال عنه تماما تماما. بخلاف يا مؤثر الحال يا رب. غير كده ما لفوش عندنا خالص. شناوي نص الملعب، شوف الجماهير يا جماعه عامله ازاي. 55,000 55,000
هو ده ليه سامع الجمهور كانه بيقول اوه اهلاوي ولا انا عندي عقده ولا ايه؟ سامع بيقول اوه اهلاوي مش هتعرف غلط. هيلعبها لاحمد فتوح جنب منه زيزو بيتحركوا. لا يا جدعان اذا ربنا اراد ان شاء الله وكسبنا الماتش ده يا جدعان والله العظيم يعني عملنا اسطوره. ليه؟ لان ماتش ظروفه صعبه والاتوبيس وصل متاخر والجمهور عمال يشتم فينا والفرق والجمهور عمال يحط في عينينا ليزر ويرمي على لعبتنا ازايز وخارب الدنيا. الله 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 يا شناوي يا راجل الله احنا بنتفشخ. الله يا شناوي الله الله الحمد لله رب. بص شناوي ارقد 9 سنين بقى ضيع وقت يا راجل يا ابو جمل بتسخن يا عم عبا يا عم. وانت عم عصام اقعد بقى اللقطه اللي عمالين تاخدوها دي. لا يا شناوي ما تطلعش انا عارف ان انا اضيع وقت ما تخضناش يا جدعان احنا الدفاع عندنا بقى مال يا نهار احوس ربنا يستر ربنا يحميك يا ابني والله العظيم انا قلت الكوره جول ربنا يحميك. اقعد يا ابو جبل بقى اقعد يا ابو جبل بقى تعمل لي فيها كوتش. الحمد لله يا شناوي الله يا راجل اسد يلا والله العظيم يلا يا جماعه كملوها صعدونا بقى يا رب يا رب. رامي التماس السنغال اللي شدت حلوه قوي الشوط الاول المضاف من ناحيه اليمين يا رب يا كريم. يوسف سفالي يرجع مره ثانيه لسفالي عايز يعدي يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم. يلا 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 ودي قدام بقى ودي قدام بقى ودي قدام بقى ودي قدام بس حلو حلو هدي كورتك بقى خالص نام 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 وصحيك بكره. اهدى 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 احنا بنتنفخ ورا والله العظيم بنتنفخ يا رب يستر يا رب. الدفاع عندنا يا جدعان بطاطس بغض النظر ان ياسر ابراهيم ذكر بس الدفاع بطاطس. الله يا امام يا عاشور بس انجز ده مش انيستا لعيب يلا بس انجز. يلا يا زيزو يلا يا زيزو يلا يا زيزو اجري اجري وصل منطقه الجزاء وارمي نفسك هتلاقي ضربه جزاء زي بتوع الزمالك كده. يلا اقعد يا عم حسام حسن انت كمان بالمال يا عم خلصنا. يلا يلا ثمان ساعات ونص ذهابا وثمان ساعات ونص عوده يلا في الاتوبيس جوه الثلاث ساعتين يعني يا عيني عليكم يا رجال. لكن ده شباب مصر ودول رجاله مصر ودول رجاله مصر وده حب مصر اللي في القلب. ودي بقى يلا صلاح دبل كيك باك وورد اكسترا تشيز اي حاجه نط طيب نط طيب طبعا النهارده يا محمد صلاح انه ينطلق قافلين عليه بكاليلو كوليبالي كاليلو كوليبالي موديله في الشمال. الله العظيم ده ربنا زي ما انت بتقول ربنا اللي رماه قدامه والله. رامي التماس 8 دقايق على الاقل الشوط الاول اضافي يا رب يا رب. ساليو سيس يلعبها في القلب بامبا ديانج طويله في الشمال يروح لها الحقيقه ابن اللذينه خلاص لعب مكانه اسماعيل ساره ده بقى خلي بالك ناحيه مكان هيبقى مشكله كبيره عندنا. الله يا راجل حلو قوي يلا يلا يا دونجا بيلعب دلوقتي مع اخطر واحد لما رجع مكانه شيخ كويتين وحشه الاطمر يا سلي يلا يا سلي نقلتين ثلاثه في القلب صغيرين كده الشمال ساليو سيس تقدم ساليو سيس يا نهار ابيض انت سايبه معديه عاليه معديه معديه مش هيلحق مش هيلحق يا عم ده مكان يا عم مش هيلحق يا عم كابتن مدحت الحمد لله الحمد لله هي دي الروح واحنا العربيه رامي التماس لمنتخبنا يا رب يا كريم ان شاء الله خير يا جماعه ان شاء الله خير يا مسهل يا رب يا ساعه بالوقت اجري خلي الحبيب يجي بدري والحبيب طبعا هو التأهل لكأس العالم واجري ليه عشان نروح بقى ضربات الترجيح ونخلص عالية بفاول وضربة ماشي يلا يا جماعة لصالح مصطفى محمد برافو يا مصطفى مش موتوا اللعبة للعيبة اللي في وسط الملعب واللي في الظهر بتاع السنغال يلعبوا تخيل يا جماعة كده نوصل لضربات الجزاء راح مثلا مثلا هو مش اكسترا تايم بالتغيير زياده تقريبا راح كارلوس كيروش راح مغير شنه ونزل ابو جبل عارف اللي هو انت بتقطمه كده بتنهيه نفسيا ايمن اشرف عند مصطفى محمد يلا بقى يعلى بفاول على مصطفى ارجع لورا العب من مكان العب من مكان العب من مكان
وانا توقعت في الذهاب فوز 1-0 لجيو محمد صلاح، وفي العوده تعادل. يا رب يعني، يا رب. ماشي يا عم، بيلعبوا على الحته دي كتير قوي. انت فين يا امام؟ ادي قدامي يا امام. يلا صلاح اجري جاريه واحده، جاريه واحده في الماتش كله، جاريه واحده، جاريه واحده على وسط الملعب. امسك كورتك، اقعد. حلو حلو حلو، استلام لامام عاشور. جارية جارية جارية، يلا بقى يا ربنا. حلوة قوي قوي، تحرك يا ربنا، ياسر يا ربنا. ماتش عمره جميل. السلية، حط 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 حط، عدي 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 عدي، تحت بقى تحت بقى تحت بقى. يلا زيزو، يلا زيزو روح. اه روح لها سيارة، ياخدها يوسف سبالي لاعب ريال بيتيس، ياخدها يوسف اوباما. ربنا يستر، ربنا يستر، ربنا يستر. انت لسه ما تعبتش يا عم، يا عم اقعد بقى، انت بقالك ساعتين بتجري. برافو يا ايمن، اسمع ايه الاثار ده يا جدعان. لو اتعملت طويله شويه بتاع الفتوح دي في اتجاه سيزو، كان ممكن والله، كان ممكن والله. 5 دقايق على نهايه الشوط الاول ادي ضغط، وضربه ركنيه جيدها كالعاده ادريس جاي لاعب باريس سان جيرمان اللي عنده انذار، هيلعب بيمينه. خلي بالنا من الحاجات دي قوي، عندهم عمالقه الحقيقه قوال جدا. يا رب ستر. دريسا جاي وست ابيض جوه المنطقه. دريسا جاي اداله الاشاره عاليه. شناوي، شناوي يا نهار ازرق. شناوي اخد خطوه لقدام ورجع، اخد خطوه لقدام ورجع. الله، عايزك يا شناوي في الكوره دي، انت كرة متعلقة مش مشغولة، اطلع حط البوكس فيها وخد الواد بوشه بالكورة زي ما يروح يروح. ايوه كده والله صح، زي ما يروح يروح. خد الواد بوشه بكل حاجة، صار له الجمجمة. من ناحية اليمين امام عاشور، يداله سد ومليان في اشارة. راجل ادي امام، يلا راجل، يلا والله مستعجل اللعب يعني. يلا طبعا هم مش عايزين ضربات ترجيح والله يا جماعه. نادي الزمالك عنده مشكله في الباك رايت، وامام عاشور كل مره يثبت ان هو باك رايت عالمي. ما نلعبه باك رايت يعني خلاص. وما المشكله برضه احنا عندنا مشكله في خط النص يعني، فنلاقوا باك رايت ويبقى نحل خط النص بعدين، بدل ما اروح اجيب ارجع حمدي النقاز، ولا انا عايز حمدي لحمزه المسلوسي، لا انا اشوف حازم امام، لا انا اجيب احمد عيد من نادي القديم. اه امام عاشور زي الفل، لو ذكر باك رايت زي الفل، وشمال احمد فتوح، واعتمدوا باك رايت. عمل ماتش حلو قوي قوي امام النهارده، وكل اللعيبه الحقيقه. وادي دونجا كان واقع منه الشنكار، الحكا بيدور. دونجا لعيب صغير وقوي ما شاء الله، وبيملى بيملى وسط الملعب. لمسه غير منضبطه، غير منضبطه، لكن هناك ياسر ابراهيم موجود وحمدي فتحي. انطلاقه من وسط الملعب حلوه يا سليم، ياخد فاول. يلا يا جماعه فاضل 2.5 شوط اول، يا رب يا كريم. وضربه حره مباشره لصالح منتخب السنغال. مباراه عصيبه، مباراه عصيبه. اقفل اليمين هناك، حد يروح هناك، حد يروح هناك. ايوه هناك كده، حطها ادريس جاي لساليو سيس. ساليو سيس عرضيه معديه، العب اوعى ايدك يا جدع، بتعمل ايه؟ امسك بقى يا ساتر، امسك يا ساتر يا رب يا ساتر يا ساتر. الكوره كانت سهله، ايه اللي هقربها كده؟ دخل فيها طبعا بابي ابو، ودخل فيها شيخ الكويتي، وكوره في منتهى منتهى الخطوره، وكان شكلها سهل. ايه اللي عقدها؟ ما نشوفها مره ثانيه. خلي بالك الكوره تعدت اهي، اهي في المتناول. ايه اللي عقدها كده؟ ايه اللي عقدها كده؟ مرتدت مش ناوي، وتكمله منتهى الخطوره، منتهى الخطوره. دي تالت كوره خطيره جدا. بنصعب على نفسنا الكوره والله العظيم، بنصعب على. ده كانت طفشت دي، هعمل نفسي لعيب وهلم في منطقه الجزاء، هعمل له قلباني. تالت كور خطيره، تالت كور خطيره على مرمى الشوط. رامي التماس تتلعب على طول على وسط الملعب، طويله وعميقه وعاليه. امسك يا شناوي، اهدى بقى يا شناوي خالص، اهدى بس. هم حتى مش عايزين يجروا على شناوي، بص هم عايزين يخشوا اكسترا تايم 2 بس. ده شوط تاني يعني. لقيت هناك بس ايه؟ لقيت هناك شركه ليزر. ايه؟ لقيت هناك محمد الشناوي، لقيت هناك، لقيت شناوي طويله وعاليه. بخاف من شكله. عند مصطفى محمد يسيبها بابي ابو، ترجع مره ثانيه في اتجاه يوسف سبالي، حط جسمه يوسف بفاول. وضربه حره مباشره
لصالح منتخب اسد للبادي جارد بتاع صلاح. نص دقيقه على نهايه الشوط الاول الاضافي وما زالت النتيجه 6-1. طبعا ليه الان يا عيني وسط ايه؟ عايز تتقفل شويه عن كده يا جماعه، عايز تتقفل عن كده شويه. اللي فيها ماني، اللي فيها ماني مقطوعه مره ثانيه في الشمال، استلام ادريس جاي بشماله يغير الملعب يوسف سفالي شاركوا فيها زيزو، ترجع لبابي ابو والله يا جماعه ماتش ممل جدا يعني، بعد احنا عايزين نكسب ونصعد ماتش ما يتشافش. يا رب يا كريم. على وسط الملعب بشماله بابي ابو يا رب. يطلع امام عاشور تطول على وسط الملعب بدل الباقي بان عليه. امسك نفسنا بقى خلاص، فاضل نص دقيقه، نص دقيقه. حلوه ماشي 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 ماشي. ورمي التماس للسنغال يا جماعه، العيال مش قادره تاخد نفسها. تعب برضه يا جماعه، انت لعبت من الجمعه اللي فاتت وسافرت ورحت وجيت، قصه متعبه جدا. لما جه مكانه مره ثانيه وده وضع طبيعي جدا، اللاعب لما يلعب في مكانه. ادريس جاي لاعب باريس سان جيرمان وضربه ركنيه من ناحيه اليمين. يا رب سترك، عمالقه يا نهار اسود. مقطوعه الكره الثانيه ايوه كده ايوه كده، هو ده. طفش صلاح، انت رايح يا حبيبي كوليبالي، انجز انجز انجز، ما تبسلش. ايوه يا لو عدت. صفر 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 يا غربال، اقلبوا لعبه اقلبوا لعبه. وادي يا جماعه الشوط الثاني الاضافي بدا، ربنا كريم يا رب ويسترها علينا وينصرنا. انا ما اعرفش يا جماعه غربال ما بياخدش رد فعل في ازازه ماني بترمي دي، الشناوي اتهرق ازاز ميه والله العظيم. ايه يا جدعان قله الادب دي يا جدعان؟ ده احنا اقسم بالله كنا شايلينهم على كفر راحه، لما مانينا نزل يسخن الناس كلها حيته. بلاش، انا حضرت كاس امم 2019 اللي فاتت اللي كانت هنا دي، والله العظيم ده ماتش مصر والجزائر، احنا يا جدعان ماتش قصدي الجزائر والسنغال في النهائي، ده احنا شايلينهم على كفر راحه، الناس كلها كانوا حبايبنا. شناوي طويله وعاليه، مصطفى محمد ومشاركه قويه مع بامبا ديانج على وسط الملعب مره ثانيه. كده كده الجزائر اخواتنا، انا بتكلم على السنغال، كنا شايلينهم وكنا بنحيي كيليدو كوليبالي وبنحيي ماني، وده طبعا غير تحيه محرز بقى والرجاله بتوع الجزائر، حيينا كل النجوم من هنا ومن هنا. ليه؟ حول ولا قوه الا بالله. يوسف سفالي لاعب ريال بيتيس، ربنا ينصرنا ان شاء الله. شيخو كويتين هيتعدي بسرعته، هيتعدي بسرعته حتى، خلي بالك. لا 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 امسك، مش فاول يا غربال، اهدى. على وسط الملعب الكوره الثانيه يا جدعان. لا يا جدعان، لا يا جدعان، احنا الدفاع مفتوح قوي يا جدعان. الحمد لله يا رب. يا ساتر يا ساتر. الحمد لله يا رب. منتهى احنا وقعنا بدنيا خالص خالص. طب زيزو، طب ومصطفى محمد يعملوا حاجه؟ طيب طب ما لو في تغيير سلس، طب نزل قفشه طيب مكان السلية. واحد يقول انت عايز تفتح ملعب، اقول لك يا عم سيب قفشه جسمك جوه. يا رب ما ينزل مروان حمدي يا رب. ما احناش مستعجلين خالص ما لا مفيش مستعجلين، ما احنا ضربات الجزاء اللي بسناها في كاس الامم. جماهير طبعا سنغاليه هتتجنن، احنا كمان هنتجنن. يا رب ستر. لمين يا شناوي دي؟ يا شناوي يطلع مصطفى محمد، برافو يا مصطفى، مشاركه قويه جدا خلاه يطلعها. سامع بيقول لهم العبوا ما تلعبوش كوره عاليه، العبوا على الارض. امام عاشور على مهلك يا امام خالص، هبص بالراحه من الحته دي بالراحه. لازم نمسكه شويه عاليه، مقطوعه للمنتخب السنغالي تعلى مره ثانيه. فاول طبعا واضحه جدا جدا، واضحه جدا 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 لصالح حمدي فتحي، راجل قوي حمدي فتحي. حمدي فتحي جدعان والله، عمل ماتش عالمي تقريبا ما بين ياسر ابراهيم وايمن اشرف تقريبا، وبيتكلم بولي داي معرفش بيتكلم مين، وضربه حره مباشره نستهلك فيها دقيقه ولا حاجه، كويس جدا. زي اهو زي لا والله اللي عملها ده بامبا ديانج، ده بامبا ديانج. ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب مصر. هيلعبها حمدي فتحي. يلا يا حمدي. ما ترجعش، ما ترجع، اوعى ترجع. ايوه جدع. يلعب واحدة طويلة في اتجاه محمد صلاح ما توصلش، مش عاوزين بقى نفقد الكرة بسهولة كده يا جماعة. هنا خالص يوسف سفالي. بابي ابو بشماله طويلة وعالية. اطلع. برافو يا ياسر.
ترجع مره تانية لشيخو كويتي على شماله ساليو سيس باك الشمال. يا عم مين ماسكه ده؟ مين داخل عليه يا جدعان؟ فين البلوك؟ مش عادي ببساطه كده. ايه ده؟ حطها ناحيه اليمين. ايه فيش امام ذكر؟ يلا يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه يا امام. خدوا وخرجوا بره. ايوه كده جدع والله العظيم. عاقل يا دي امام. يلا يا رب تجيب جون يا رب. عايز يعدي الكوره مش عارف ازاي بس يا رب تجيب جون. خدها مره ثانيه ادريس جاي على وسط الملعب بابي قلب الدفاع هناك خالص يوسف سفالي ارضيه ويتحرك هو. يلا يا زين يلا فتوح يلا فتوح يلا فتوح. اسماعيل ساره عايز يعدي ما عرفش يعدي الحمد لله لكن ياخد فاول لكن ياخد فاول. مشكلة كبيرة سبعين أصحابها مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جدا. ضربة حرة مباشرة من ناحية اليمين على أحمد. يا رب سترك إن شاء الله. إسماعيل أصحاب طبعا شد شد فاول مظبوط طبعا. فاضل 10 دقايق يا جماعة 10 دقايق إن شاء الله خير يا رب. 10 دقايق بس 10 دقايق وحلم كأس العالم يا رب. انما يا جماعه محدش يقعد يقول لي يا جماعه لو دخلنا هنعمل ايه؟ هنخسر وهنشيل الطين. يا عم مالكش دعوه مالك. عايزين نطلع كاس عالم. العبها صغيره خلي بالك خلي بالك. شكرا الحمد لله يا رب. بس شكرا يا باشا شكرا ان انتوا عملتوها كده. بس روح بقى تبقى ضربه مرمى يا رب. ضربه مرمى لصالح الشناوي يا بطل والله العظيم بطل. على اقل من 100 عشان الناس اللي كانت بتشكك في الشناوي يا جدعان يقول لك لا الشناوي يقف ايه؟ ابو جبل هو اللي يقف. الشناوي ايه يا جماعه بس؟ يا رب يا مسهل وروح لضربات المرمى. مهلا خالص يا شناوي. مقطوعة يا شناوي. ضربة مرمى شناوي بيشتكي للحكم حاجة بتحصل من ورا ظهره جمهور طبعا أكيد رمى حاجة أو كده. أوبا الضمة الجاي ولا إيه؟ ضربة مرمى أوعى يا شناوي. يلا هديك إنذار. بص يا جماعة بص كمية النزل بيوريدوا الليزر بيوريدوا الليزر جدع عشانها والله. وضربوا الفتوح كمان. واقع لاعب من منتخب مصر سليمه يا رب ان شاء الله. ده دونجا ده حوار بين كوليبالي وما بين سيزو. وادي بولي داي ده احمد فتوح اللي واقع. انا اسف احمد فتوح سلامتك يا فتوح. يلا شد حيلك يا ابني مفيش وقت. ما تخافوش يا جدعان سليم. واحد واحد يقع بس. حد بره؟ لا واحد واحد يقع كده بتضر لغايه ما الماتش يخلص. اعتقد انه هينزل اعتقد انه هينزل 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 ان شاء الله هينزل. بيوقع تكتيكيه وهم كمان بيقعوا. ادى الاشاره للشناوي يلعب. على مالك يا شناوي؟ على احمد فتوح اشوف يقع. على مالك يا شناوي؟ واقف يا احمد الله لا يسيبك. شناوي شناوي يا جدعان عليه يعني لكميه ليزر عايز انه هيديله طلقه. يلعبها طويله وعاليه. الليزر ده دخل ازاي يا جدعان الاستاد؟ ومش المفروض احنا مانعين الحاجات دي عندنا في مصر؟ هناك دخلوها ازاي؟ من كوليبالي. والله احنا محترمين اقسم بالله يا جدعان. والله احنا شعب محترم. طويله. ربنا يكرمنا اقسم بالله. احمد فتوح اخذ انذار في الكوره اللي فاتت. ماشي. هينزل هو بيشاور احمد هو نزله يا سيدي. نزله يا عمي. نزله يا سيدي. نزل. احمد فتوح وداله انذار. ادى الفتوح انذار عشان وقع. ماشي بالعرض إيه ادريس جاي. انت ازاي تتصاب يا ابني؟ يرجع لورا. حاضر على وسط الملعب ادريس جاي مره ثانيه. يا رب. حطها ليوسف صبالي رقم واحد. يوسف اوباما مش عارف يكون شايف في دماغه يوسف اوباما. ربنا يستر. مش بتفائل. يغير الملعب من اليمين للشمال طويله وعميقه في اتجاه ساليوسيس النشيط. ساليوسيس. يرجعها له ساديو ماني مره ثانيه ويتحرك له. حلوه حلوه. ايوه كده بقى نركز. الكره دي في الاوكر بتروح. حلوه يا دونجا يا رب. يرجع لورا صلاح. ابوس ايدك اعمل حاجه يا صلاح. تعالى اقف هنا على الخط. بص اقف هنا على الخط ده وحد يديك سرور تجري بيها اتجاه بابي ابو. يرجعها لكوليبالي على وسط. يا جماعه بنلعب 4-4 كم؟ 5-5-0. اوعى. الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. يا عم ما حدش شاف ده. بامبا ديانج ده الحمد لله يا رب. فاضل ايه مين 15 و17 ده؟ في تغيير عندهم بقى 5 و17 ولا احنا ده؟ اه لا 5 داخل عندهم ده العكس. ايه ده؟
ده عملها العكس، المفروض الاخضر هو اللي يخش يا جماعه. قلت لكم الضمه الجاي، والله العظيم لسه بقول لكم الضمه الاجريسا جاي من 3 دقايق، باينه من وقفته ان هتجيله الضمه. شكرا كده باينه. لا يا جدعان حل الاداء والله. بابا مطر صار، بابا مطر صار. ايه يا عم انت محسدنا بليل اللي نزل. فاضل اقل من 6 دقايق يا جماعه، شدوا حيلكم اجمدوا كده اجمدوا. تتفرجوا على فيديو مسجل انا لايف. محمد الشناوي ربنا يستر ان شاء الله. شناوي ناوي طويله وعاليه الله شناوي. اتجاه زيزو مقطوع تاني، حط جسمك وحط جسمهم بمنتهى القوه. توتال شوتس 24 شوطه السنغال واحنا 5. لا اله الا الله، الارقام المرعبه دي. مش مشكله المهم نصعد يا رب يا رب. محمد صلاح بيعطل الكوره صح قوي يا محمد. يا رب يا كريم. هذه الكوره اللي فاتت. يلا يا جماعه 5 دقائق 5 دقائق عندهم بلاجي، عايزين جون. مش عايز ضربات جزاء انا. خلي بالك ايه في فرق. حلو يا شناوي، نام نام نام. ايوه كده شناوي جدع نام، واللي وقع من عندنا ده ينام. نام ننا وانت نام ننا انت كمان. حمدي فتحي وسوليه خبطوا في بعض، ريحوا شويه بس. حمدي فتحي على الارض سليمه يا حمدي. اه في مشكله في نادي بسرعه يا ساتر يا رب. يستعجل عليه ولا ايه؟ جربان بيستعجل الاسعاف. واحد من عندهم جاله عضله. حمدي فتحي حمدي فتحي يا جدعان ده في ايه؟ ربنا يستر يا رب. سليمه ان شاء الله يا رب سليمه. حمدي فتحي من الرجال العصام. راجل 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 لا شكلها سليمة ان شاء الله يا جماعه كده. اداء منتهى الرجوله الفنيه. ايمن اشرف بيتكلم مع مصطفى غربال على الكوره اللي فاتت. مش ملاحظين ان مصطفى غربال ولا مره راح للفار ولا مره، بالرغم ان الالمان ادوا له مره تشيك بوسيبل تشيك بوسيبل بوسي بول بوسي بول. لكن هو ربنا يوصل حمدي فتحي ان شاء الله، بس ان شاء الله ما فيهاش حاجه باذن الله. الواد خبط ركبته في دماغه، شفتوها يا جماعه؟ ركبته في دماغه يا عيني، ربنا يسترها عليه ان شاء الله. ربنا يسترها يا حمدي ان شاء الله يا رب خير. كل الوقت ده سيضاف اكيد يا الحاج ضيوف. ده خليله فديجه اعتقد. خليله فديجه يا عم الحاج ضيوف يا عم. اوبا محمود علاء كان حمدي فتحي. سترك يا رب هيخرج يا ابني. سترك يا رب. كل الدعم كل الدعم. محمد صلاح بيكلم ساديو ماني بيقول له ربنا نفلقك في ليفربول. اقسم بالله انت عشان بين رجالتك يعني هتجيلي هناك انجلترا. اقسم بالله انا ونني وتريزيجيه نتكتر عليك هنفلقك. قول له افلقك. بص خف شويه علينا يا ماني. طبعا عشان الكاميرات ما تشوفش. بص اوعى خلاص يا عم في ايه انت بترقص. محمود علاء مكان حمدي فتحي. حمدي فتحي يا حلاوه المولد. عارف فين كده اللي هيحصل يا جماعه؟ محمود علاء هيرجع مكان ايمن اشرف، وايمن اشرف هينزل ارتكاز جنب دونجا والسوليه مكان حمدي فتحي. طب وجاب الحلقه كان ايه؟ اقرب له 8 9. حمدي مش في الملعب يا رب. يبقى محمود علاء هينزل ده اكيد. ايوه واقع الخط وهو بيشاوروله. عايزين تمرير يلا يلا يلا. روح بقى مكان ايمن اشرف. واد ايمن اشرف خط نص. ايوه ربنا معاك يا علاء. حلوه يا جماعه كده. علاء بيعرف يشوط ضربات جزاء، ديزو بيعرف يشوط ضربات جزاء، صلاح بيشوط ضربات جزاء، والسوليه بيشوط ضربات جزاء. فاضل مين تاني؟ مين عندنا تاني ممكن يشوط؟ مين؟ مقطوعه مره ثانيه. لا انا قلت زيزو. مين تاني ممكن يشوط؟ عايز ياخدها دينجو دونجا بسكته ما يعرفش ياخدها. فتوح ان شاء الله نكسب باذن الله. العيال دي كلها بتجيب ان شاء الله يا رب. سترك يا رب. بس سترك يا رب. اتراك عدى كده من فوق. سترك يا رب. هو حط جسم الزبون حط جسم وقولي طيب بس بس عدى ازاي بس مش فاهم. سترك يا رب. سترك يا رب. خلاص هانت اهي دقيقة و 40 ثانية. اقول مستحب. دقيقة و 40 ثانية. دقيقة و 40 ثانية. انذار لمصطفى محمد. انذار لمصطفى محمد. الوقت الاصلي دقيقتين. فاضل يا جماعه وقت اصلي دقيقتين. ايه يا عم الحاج وقت اصلي دقيقه وربع. لا لو الثانيه ده وربع. كابتن مدحت ماشي بالعرض يا رب يا كريم. العرض بيدور. حط
دوسوا بقى عليه بقى اضغط ياه. لا اجمدوا يا جدعان، فاضل دقيقة سيبها بس شناوي خد الكورة واحلم نام. ضربة مرمى لصالح منتخبنا الوطني محمد الشناوي، ورينا بقى اعتقد هيك ثلاث دقائق اعتقد يا رب ستر. ضربة مرمى لصالح ان شاء الله خير يا جماعة، ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير. نص دقيقة غير الوقت بدل الضايع، نص دقيقة نص دقيقة نص دقيقة مردودة في اتجاه زيزو وداخل بمنتهى القوة فاول مظبوط جدا، فاول جامد جدا كاتم رجله، ضربة حرة مباشرة لصالح زيزو. برافو يا زيزو. ايه ده زيزو اشتغل ايه ده زيزو ما نزل كده حلو قوي، خمس ست دقايق وبعدين ريح شوية. الكرة دي بقى يا جماعة ان شاء الله تتلعب لوب كده في منطقة الجزاء نجيبها جول ونخلص الماتش. ربنا يستر. حلو قوي حلو قوي قوي دقيقتين يا رب، ننام فيهم نومتين ونخلص. ايوه ننام فيهم نومتين يا عم عشان نجيب جول. يلا يا زيزو سقط واحدة يا زيزو وربك كريم وكبير. زيزو ان شاء الله خير يا رب، سقط واحدة في منطقة الجزاء يا زيزو وحد يلطشها، سقط واحدة وحد يلطشها، سقط وحد يلطش، حد يلطش، حد يلطش، مش هم اللي يلطشوا، احنا اللي نلطش. الحمد لله تسلل بس ناموا في الارض بقى وصحيكوا على نهاية الماتش. يا رب دقيقة وعشر ثواني يا رب. يا ستار يا ستار، الله يا صلاح، يا ماني ما تضربش صلاح يالا. ارجع يا صلاح قفل على ماني ده يا صلاح، بتخاف منه ولا اضربه يا صلاح. يلا صدره ورجله يلا امشي امشي يا ابن يا عم انت عبيط. سترك يا رب. حلوه حلوه حلوه. يلا يا جماعه فاضل دقيقه وخمسه واربعين، يلا يلا دوس. جامدة جدا طب الحمد لله. تسديده صاروخيه علاء انهم محدش يشيله، ما فيش وقت يتشال، ما فيش وقت يطلع وينزل، خلاص احنا فاضل لنا نص دقيقه يا اليو. نص ايه؟ 15 ثانيه. خير ان شاء الله يا رب. ضربات جزاء تاني، انا تعبت من ضربات الجزاء يا جدعان، انا تعبت والله العظيم. احنا كاس افريقيا لعبنا كام؟ اربع ضربات جزاء. يا نهار ازرق، ده الواحد اعصابه باظت. يا رب يا كريم يا رب يا كريم على ضربات الجزاء، ضربات الجزاء ضربات الجزاء ضربات الجزاء ضربات الجزاء. وبعد كده اتجمدت الكوره مره ثانيه وهيطلع وينزل على طول، مفيش حاجه انزل على طول الله يخليك. شاور له وينزل، انزل يا زونجا، انزل يا زونجا. هيبتدي يفكر وانذار لدونجا، انزل يا زونجا، انزل يا دونجا، انزل كده، انزل يا دونجا. ايوه ايه بقى؟ اسقاط 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 يا رب. ضربه حره، سترك يا الله، سترك يا الله، سترك. طفش طفش، ادي جامد، ارزع يلا يا لهوي اجمد اجمد. لا يا رب يا رب الله، ادي قدام ادي قدام. بتعمل ايه؟ احسن برافو. ايه بقى؟ فاول لينا الحمد لله. كده صفر ثلاث دقايق يا جماعه، اصبر يا صلاح اصبر يا صلاح. ومد دقيقتين خلاص يا صفر، اعتقد الكوره اكسترا ضربات جزاء كده. نروح بقى وبختك يا ابو يا رب. نروح يا جماعه عندنا والله كله بيعرف يشوط ان شاء الله. يا رب. لكن ملحمه كرويه مصريه عظيمه يا رب، عظيمه عظيمه عظيمه. بالله عليك يا محمود يا علاء، ما تتزحلق وتقع وانت بتشوط. ابوس عارف الحركات دي. طيب ايوه الحمد لله، ضربات جزاء ضربات جزاء يا رب يا رب يا جماعه، ضربات جزاء يا رب يا رب يا كريم يا رب يا رب. باذن الله خير يا جماعه، ان شاء الله خير يا رب، ان شاء الله خير يا جماعه باذن الله. في
يا رب يا كريم. كاليدو كوليبالي والشناوي. يلا شناوي. والله عشان هو فرحنا. مصر مش هتنام النهارده يا جدعان، والله ما فيها نوم، ده صعبنا ان شاء الله. ناس تنزل الشارع مش هتطلع. تبقى الحكايه صعبه جدا. يا رب يا رب يا كريم. يظبط كورته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا رب عوضنا خير عن كاس افريقيا يا رب ان شاء الله. عوضنا خير عن كاس افريقيا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. كاليدو كوليبالي خايف. كوليبالي خايف. والشناوي راجل. وكوليبالي خايف والشناوي راجل. والشناوي راجل. اه ضاعت 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 ضاعت. ضاعت. قلت لك خايف. خايف. شكرا يا كوليبالي. يا رب. الله ينور يا رب. عليك يا كوليبالي يا قمر. هتضحك ايه؟ روعه يا كوليبالي. الله اللي جايه تخش بقى. يا رب. اللي جايه تخش بقى. يا مساهل يا رب. يا رب. انا قلت بشماله لعب كتير بشماله. شيك ايه بس ما دخلتش. لكن دخل بيمينه هي حلوه. بره 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 بره. بتعيد ايه؟ بتعيد ايه وتزيد في ايه بره؟ صلاح اول كوره اخيرا اتعلم من خطأه. صلاح لاول مره اتعلم من خطأه. هو دايما بينهي. اكيد اكيد دي تعليمات كيروش. كيروش اتعلم من خطأ ضربات الجزاء في نهائي افريقيا. اعصاب عشان يهز مندي. هتبقى يا منوده يا صلوحه. يا رب يا صلاح يا رب. بص يا صلاح اخرق الشبكه. يلا يا رب يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جول على يمين مندي. بسم الله. انا مش مستوعب. طب كنت خلي زيزو يشوطها. زيزو كان هيجيبها. يا رب يا كريم. يلا يا شناوي. يلا يا شناوي. يا شناوي يا شناوي يا شناوي يا شناوي. ده لعيب درجه ثانيه. درجه ثانيه يعني زي بلديه المحله مثلا عندنا ولا زي مين؟ يا زلاب عليك. يلا ولا يهمك يا ابو صلاح. يا عظيم برافو عليك يا رب. مستني منه ايه؟ مستني منه ايه؟ ده بيلعب درجه ثانيه. يا عم بتتريق على الراجل. اقعد ساكت بقى. يا بيلعب درجه ثانيه في كفر السلوم في السنغال. ده مين ده؟ زيزو. زيزو بقى. زيزو بقى يا رب. زيزو انت عمرك ما ضربت. عمر ما ضربت ضربه جزاء في حياته يا جماعه. ما شاء الله والله العظيم. يعني اللاعب الوحيد اللي عمره ما ضيع ضربه جزاء في حياته. يلا يا رب يا رب يا رب. ووقفته يا رب بين القائمين وتحت العارضه. يا رب. يلا يا زيزو. يلا يا زيزو. زيزو بس زيزو كورتك. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب. اوعى تضيع السكور بتاعك يا زيزو. يلا يا زيزو. زيزو اوبا. يا نهار احمد. يا نهار ابيض. الاربعه ده نعم الاربعه ده معقوله احسن اثنين بيشوطوا في المنتخب ضيعوا. انا في الكور دي مش لازم اركز. مش لازم اركز. جات لنا فرصتين. جات لنا فرصتين نتقدم بكورتين. واعظم اتنين بيشوطوا صلاح وسيم. شوف البريات ما يضحك اقسم بالله. مفيش يا رب. اعصاب. يا رب. خير ان شاء الله. لاعب واقف يا رب. ده ما بيقلش. اسماعيل صار. لاعب واقف. مش شايلين الشناوي الهم والله العظيم. لو كنت صلاح جبتها انت وزيزو كان زماننا مرتاحين. وهو مغمض. اسماعيل صار. قر قر يا شلبي. قر يا شلبي. اسماعيل صار ده يا جماعه بيجيب اجوان بصباع رجله الصغير. اسماعيل صار جول. ما بيعملش. اول هدف. اول هدف. كان عندنا كورتين ورا بعض. مش معقول. مش عايز الوم. لكن اللي ضيع صلاح وزيزو. بقول لك حط في الجون وخلاص. مش لازم تنشن. مين ده؟ قوه وخلاص. سوليا. الكره الثالثه. طيب ربنا يستر. هما جابوا واحده واحنا الثالثه اهي. لو جبناها نتعادل معاهم. سوليا. سوليا بوس ايدك. ابو ليلى. ابو ليلى بالله على ليلى بالله على العظيم بالله عليك. هات جون.
يا حياه بنتك عمرو السليه، يا حياه ليلى يا شيخ يا رب. عمرو السليه يا رب. حركات بقى بيطلع بقى يا رب. هو بيحاول طبعا يا رب المعنويات. عمرو السليله يا رب. يا رب السليه يا رب. يلا يا سولي، يلا يا سولي، ادي بسن وش رجلك الجون بقى. جون جون اخر تعبت والله العظيم، قلت في الارض جون. الكره بتشط كده، ضربات الجزاء بتشط كده بقى. صلاح انت وزيزو ارزع. مفيش اعصاب. يلا شنه يا مسهل يا رب. واحد يلا يا شنه. وفضل ضربتين يمين وضربتين شمال. يلا يا شنه. حلو. حط يا راجل. وسكنت. يلا يا شنه. مين بقى اللي داخل يشوط ده؟ ده ديانج. ده ده ديانج. ده ده ديانج. ده ديانج ديانج ديانج. اللاعب ما شاء الله بيخلص خلاص. ديانج هو فعلا بامبا ديانج رقم 15. بامبا ديانج. مش يا جماعه لما بسجل رد فعل البيت بيقف، يعني عشان ما حدش يتكلم، ما حدش يعمل تلمس تبقى منزعجه شويه، عشان كده مش بسجل رد فعل كتير معلش. مامبا ديانج والشناوي. يلا يا شناوي، يلا يا شناوي، الواد متوتر يا شناوي. ده انا اللي متوتر. يا رب سترك يا رب. مامبا ديانج. مين من عندنا؟ يا رب سترك. يا مسهل. مين اللي داخل بقى عندنا؟ محمود علاء ولا مين؟ محمود علاء ولا مين؟ انا ما شفتش بس اعتقد محمود علاء يعني. بامبا ديانج حطها حلوه. كله خلاص من غير ما تنشي، من غير ما تنشي. مين من عندنا داخل؟ عايز حد يكون اعصابه جامده جدا. مصطفى محمد. مصطفى محمد هو اعصابه جامده بس ما اعرفش بيعرفش ضربات جزاء ولا لا. مصطفى محمد الاعصاب الاعصاب الاعصاب. مصطفى محمد منتي كل مره يعمل حركات هيطلع يا رب. حركات وادي النزر مش ممكن. مصطفى محمد يا رب. يا انا رب. عايزك تشوف في الجون بس. بس والله ده الصح. ما تركنش. ارزع ارزع. انا ما اعرفش والله زيزو عمل ايه. دخل يتنك على الكوره. صح يا رحيم. ايه ده درش؟ هوبا. حرام عليك. حرام عليك يا مصطفى. حرام والله يا جماعه. حرام. عشان الناس كانت بتقول لك محمد عبد المنعم ومهند لاشين ليه يا جماعه يدخلهم يشوطوا؟ ادينا دخلنا مصطفى محمد وصلاح وزيزو والثلاثه ضيعوا. واحنا عندنا هدف اللي هو بتاع عمرو السليم. هم لعبوا. لو جابوا دي يا جماعه خلاص صعبوا. لو الشناوي ما صدش دي مفيش كاس عالم. واحنا لعبنا. لو الشناوي ما صدش دي مفيش كاس عالم. ساديو ماني والشناوي. واحنا صعب تصد من ماني. كده كارلوس كيروش ماشي كده خلاص. بس ربنا كبير يا رب. يا رب ما نضيع يا رب. تضيع ايه ده؟ هيخش بسن وش ظهر رجله هيخرم الشبكه. شوف الدخان بقى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل شيء. كل شيء نصيب. الحمد لله. ما هو كابتن مدحت بيقول لك كل شيء نصيب. الحمد لله ربنا مش رايد بس ممكن شناوي يجيبها. يا رب يا شناوي. ربنا معاك يا حبيبي. ربنا معاك يا رب. ربنا معاك يا رب. ربنا معاك يا رب. ربنا معاك يا رب. يا رب 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 مانيه الان يا رب. يلا شناوي يلا شناوي يلا شناوي. وما نقطعش في بعض وتنتهي القصه بنهايه
شاء الله يكون لنا نصيب في بطولات قادمة بإذن الله. هذه هي كلماتي للجماهير المصرية العظيمة. طبعا صلاح والدنيا كلها في حالة حزن شديد، لم يحدث على الإطلاق إن صلاح حط كورة بهذا الشكل، لكنها كرة القدم والنصيب في كرة القدم وأمور معروفة.